القصة لرحين تقرب للحقيقة. ننظر إلى الجزائر، فهناك نلا ردكير في جسدنا في ظل الشوارع والأشجار، رجال ونساء واقفين إلاقوا الأمل والفرح ومعرفة الحياة، والأطفال اللي هم كتير في هذا البلاد ما عرفوش الحياة، كانت الشدة والموت هم حظهم. في الجزائر كتير من الديار انفتحت لأولاد الشهداء والمساكين على خطر ما يكونش مستقبل البلاد ظاهر إذا ما اشتغلناش بسعادة الأطفال. لا للأيام الخالية، بنهار الاستقلال بعض من الرجال والنساء بدلوا نفوسهم وحياتهم لتربية هذ الأطفال لاستشهدوا والديهم في طول الجهاد. في هذا الدار الجميلة حولها هذا الحوض أو النوافد كانت تعيش عائلة قنوعة، ولما رجع الصلح أشخاص هذه العائلة ارتكبهم الحقد عن الشعب الجزائري اللي استقل، ولكن ما ننجموش ننفوا البؤس كما نرميو منديل راشي. وهذه القصة اللي رايحين تشاهدوها. Beaucoup pour la nisette, hein? Ah non, qu'est-ce que tu veux? Ça nous empêche pas de la boire tout de même.
فرنسويا كاميليون سابرونتي او اس على فا rien du tout alors comment او ان alors comme ça non tu veux m'aider comment tu écris ce que je dis arrange comme tu veux mais dis caméléon pourquoi que tu es si cruel et qu'après trois lettres que je t'ai fait toi, tu m'en as fait aucune. Sans compter en plus que ma tante Aïcha, t'a vu à Oran. Et qu'elle t'a dit que premièrement, un marchand de beignets, c'est pas un déshonneur. Et que deuxièmement, je suis à Alger comme mort. Mais pas trop si vite. Comme mort, tu peux mettre comme mort. Si je devais t'écrire toute ma peine, il n'y aurait pas assez de papier dans le monde. Loin du cœur, loin des yeux, comme on dit. À quoi ça me sert l'indépendance sans toi? Pense quand même à ton Jamil.
عندنا. يا خف لنا برك. حكايه الغول مع السلطان. كانت زمان غوله حنينه بزاف، ديك الغوله سلكت من سجن السلطان ابو بكر وخاوته في خمسه، ادتهم للغار وين تسكن، ضيفتهم وكلوا معاه التمر والكسره والحليب، وعرضتهم يبقوا عندها قد ما يحبوا. يا اخويا خذ الاخر واحد، عندي سبعه، الاخر هذا في عمر 9 سنين ويعرف يقرا ويكتب يكون جزائري حر. الاخر خذ لي هذا في عمر 9 سنين ويعرف يقرا ويكتب ويخرج جزائري حر. باباهم مات في الحرب يا وليدي. لكن هاي عنده يمه. وشنو حبيتني حتى نموت انا باش تقبل انت؟ ماشي ذاك الشيء، كان هنا 120 و85 كيفو راهم راقدين في الارض، وين تحبي نديرهم؟ معليش يا وليدي، ولادي من اللي زادوا هما يرقدوا في القاعه، غير خذهم لي يا وليدي. ماهوش ممكن يا ميمتي، ماهوش ممكن. يكون خير. فرانسوا فيغارو، فرانسوا فيغارو، فرانسوا فيغارو. يعودوا يرجعوا يا محينك. يعودوا يرجعوا ايه، شو واش مزبلة تاني داروا. شحال عندك ساعة؟ نص. انا قلت لك يعودوا يرجعوا. يعودوا يرجعوا وشنو؟ وهذوك الزوج هذوك عندهم مدة هما معك. علي كان معايا في تونس في الحدود، ومصطفى والدي قتلهم لوائس وجرحوا له يده. واش كانت الحالة في الحدود؟ ما تعجبش، بصح النار انا في قصر. واش واحد كان يسموه مصطفى والاخر واسمه علي، وذوك الزوج دايما كيف كيف. ياك راهم يقراو مليح. لا بس بصح لازم ذوك الزوج ينجحوا. انا عمري ما قريت. من بعد نتفاهموا. راجل العال من جيتو؟ اش ما دخلك؟ اش ما قلك ساعة؟ Thank you.
يجي يخدم معنا هنا. يلا وكاين الفيسان وكاين الشفر. زياش بالحال يروح معاه. دنيا كانوا دنيا كانوا هذا ربي هذا هذا ربي ذباب ذباب. شباب ما نعطيهم لكم اصبروا عليهم. شاد هكذايا شاد انت هكذا اصحاب البولي استناوني هنا استناو هنايا نكمل مع هادو. شاد هكذا ابراهيم يزقولك في التليفون. يا مصطفى كمل غلط غلط ما بالكمش غير بلبسه كيما هذي نغلبوهم. احنا نكونوا لابسين باللبسه الشابه هما ما يكونوش لابسين كيما هما يكونوا لابسين حوايج مرا مكين مبصح حاجه وحده. نحب ابرير ما يماركيوش عليك البيت. ما نحبش بيت يعدي عليك يعدي عليك بيت تخرج ما نسحقوكش كان ماركو عليك بنتي فور. ما نحبك تقاسي تعوج تدخل وش عجبك الحال. ما نحبش واحد يجي يتريب ليك. ما نحبش نحبك تدخل فيهم تعميهم. وانت يا بوشوك ما نحبكش نحبك تدير كيما صاحبك. ما نحبكش ني تعمل روحك كذا ني تبوجي. نحبك ديما معاه. ما تلعبش وحدك اللعب الرفاق. تلعب معاه وكش ما دخلك انا معروفي. حبسو. Bonjour. Bonjour. Vous avez un fusil? Oui. On a encore volé deux poules hier au soir. Alors ça, c'est pour décourager les voleurs. Mais il n'est pas chargé, rassurez-vous. Oui, mais quand même. On peut le faire rentrer. Oui, allez-y. Mais dites à votre marmaille de ne pas faire de dégâts. Hein? Parce que Monseigneur veut bien prêter le terrain. Mais s'il y a de la casse, fini. À Damacan. Fumt. ايه دكور هيا ادخلوا. سلم على اخوك سجعينا انتم بركة. سلم على اخوك شوف. هيا سلم على اخوك شوف. سلموا. هات هيا سلم عليه شوف. فوق ولا لا؟ لو كان حسبه واس
في البالون وحنا نغلبون في حاجه اخرى. فاش الحرب؟ فاش في الحرب ديروا معاه من الحرب واقين؟ موافق. انا ثاني موافق. لازم نعلمهم. حاضر، في الحين نحب واحد يروح يعلمهم. انا الا حبيت روحوا قول لهم باللي غدوه نبداو الحرب ولازم. يلا ارقد على خمس دقائق راهي تفيضوا. حول مائدتي ضوء الإخوان، حول مائدتي ضوء الإخوان. سمير تمتع مازال. كالكولي لا ديبونس توتال. وين علي؟ علاش على سمانه نكونوا هلكناهم؟ Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maintenant. Hein? On te connaît, va. Alors, tu croyais qu'il n'y avait plus d'OAS? Il devait préparer son petit drapeau vert et blanc. Oui. Avec l'étoile et le croissant. Oui, il y aura peut-être l'indépendance. Et vous ne la verrez pas. Pas français. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que Dieu est grand, clément et miséricordieux. Allez! Non! Tuez-moi, moi! Mais pas lui! Ta gueule, la vieille! Non, non, monsieur, non! Je vous en prie, monsieur! Qu'est-ce qu'il a? Il a reçu des balles dans le bras et des balles dans les jambes. Vous êtes dans la voiture. C'est votre fils? Non. Où sont ses parents? Morts, certainement. On a tiré hier soir. What? He's wounded. There were many shot yesterday evening. And she says his parents are certainly dead. Well, tell her we'll take him to the hospital. And after that, I'll bring him to the States with me. Oh, ma, on se demande qu'on emmène l'enfant au village et après, elle l'emmènera aux États-Unis. Non, c'est un Algérien. What? She says he's an Algerian. Well, it's better to become an American than be dead. Elle dit qu'il vaut mieux être Américain que mort. Il vivra. Yeah.
Parce que masculin, très bien. Et si c'est une femme qui parle? Et absentie E. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer à la conjugaison. Participe passé avec l'auxiliaire avoir. Un peu plus difficile, mais vous devez le savoir, on en a déjà parlé. Si je dis j'ai mangé, ça s'écrit comment? Et absentie du. Très bien. Et plus difficile, si je dis les fruits que j'ai mangés. Les fruits que j'ai mangés, vous ne savez pas? Allons, cherchez bien. Et M. Ali et M. Mustapha, en retard. Ça fait deux fois cette semaine. Dépêchez-vous et prenez vos cahiers. Je répète, les fruits que j'ai mangés. Vous ne savez pas? Mohamed? Non? Khalil? Azouz non plus? Bon, alors on va voir la leçon. Prenez vos cahiers. Ouvrez vos cahiers. Mettez la date du jour, mettez la date, écrivez, allez-y. Et en dessous de la date, vous mettrez au milieu révision. Écrivez la date et révision. Adieu. Adieu, nous devons s'habiller à Giuseppe. Ma chakraï. وبعد نقرأ جميعا بسموها محبة الوالدين ما رضاء الله إلا في رضاء الوالدين ما بقاء الكون إلا بحنان الأبوين أبا الإنسان بعد الله أولا بالمحبة أحسن جدا درك نقرأ جميعا كما قلت لكم محبة الوالدين ما رضاء الله إلا خشوع إلى الله أبي لكم بموضوع جديد سيسي ميسي في الأسيارة لبارتيسي باسي أنتوي Bien, avance. Très bien, très bien. Avance encore un peu. Très très bien. Attention, plie ton genou. Très très bien. Avance. Encore. Ah, maintenant on va faire un petit exercice. Hein. Tu veux bien? Alors lève ta jambe droite. Ah, tu peux tenir? Repose là. Relève là encore une fois. Alors attention, je vais te lâcher. Hein. Je te lâche. Oh, c'est bien. Moi, je tombe moi aussi. Allez, relève-toi. Relève-toi tout seul. T'as pas pensé à rien? Oui, monsieur. Allez, relève-toi. Mais je peux pas me relever. Mais si tu te trouves tout seul sur une route, comment tu vas faire? Hein? Tout seul, j'irai jamais sur une route. Eh bien, relève-toi. Ah. Allez, c'est fini. Allez. 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 مصفى علي عبد الحميد محمد ارواح عندي ادرى معكم ادخلوا ريحوا حبيت نتكلم معكم وضعنا هنا
عندك؟ انت وين تكون؟ في دولة الشهداء. ماشي هادشي اللي نوزع عليه. في الدار. وين جات هاد الدار؟ في حيدرة. حيدرة بصح وين؟ في العاصمة. وين؟ زيد. الجزائر. وش هاد الجزائر هاد؟ هي بلادنا. بلادنا. ومن قبل وين كنتو؟ أنا كنت في الدشرة متاعي. أنا في الجزائر العاصمة. كنت في تونس. وأنا في المروك. كنا لاجئين. في الحدود. كانت الحالة مليحة تماك. كان الحرب. كان الحرب. صح صح. في بالي بلي خلاص الحرب. خلاص ولا مازال؟ وين خلاص؟ خلاص. هذا خش نعملو؟ قراو ونلعبو. نقراو ونلعبو. نلعبو الكرة يا سيدي. ونصورو. بصح كاين واحد ما ينجمش يلعب. ماشي كيف حالكم. ما ينجمش يلعب لا كرة لا والو. متعرفو شكون؟ هو نور الدين. راكو عارفين علاش؟ علاش علاش البومبا اللي عملتها الواش في المسار؟ نعم. واش راك تشوف تم؟ في الصندوق. حلو حلو. ايه وش رايك شيء؟ خويا نتاع التصوير. وكتبوا لنا ورق؟ اقرا وحده تشوف. دون دي بيبل يوغوسلاف او زانفون الجيريان. بارك الله فيهم. ولو كان نكتبوا لهم بريده. هاي هاي. يلا. نجم نكتب شرفين. اكتب لي حبيت. On a bien reçu le colis. On fera des dessins. On vous en enverra. Ici, on fait beaucoup de dessins avec la couleur et le crayon. Et on fait aussi... La guerre. Le harp. نديروا الحرب على خاطر ما نحبوش السلم. اكتب هذا الشيء. انا عارف هذا هو الصح. لازم نكتب هذا الشيء. نعم. في لا غير طغ سو كون نو la paix. تجمع تروح.
ساعدوا بكم على لي مونيتور. لازم انتوما اللي تدخلون على البلاصه غير الساعه نتاع الحرب. باش تخدونا؟ انتوما اللي تخدونا. انتوما اللي Maintenant, il y aura peut-être l'indépendance, mais vous ne la verrez pas. American, but dead, it's better. Be American, but dead. American, it's better to be dead. No, American, it's better to be. Il vaut mieux qu'il soit américain que mort. American, it's better. Et maintenant. واش حاب يقول هذا الشيء؟ ما يكونوا غير دراري. ولادنا؟ ولادنا ولا واحدين اخرين. علاش؟ واش حاب يقول هذا الشيء؟ هذو هما الدراري ولكن ما راهمش فاهمين. روح عندهم يفهموني. ما يقولك حتى شي حاجه. يا ولاد راه الكوزينه تجيب نشاف وشويه ماء. نعم يا عمي. ايه ماشي حاجه اللي عندها قيمه كبيره. رد بالك الدراري يخدموا كل حاجه بقلبهم ولا سيما اللعب. صحيح. ولكن راهم يديروا كثر ما لازم. ايه ولا نجم تفهمهم في هذا الشيء جرب وتشوف. انا في عام 54 كانت عندي 15 سنه. ما كناش نضمنوا في هذاك الوقت صراحه الصعوبات. كنا نسكنوا في سطيف. كرطة علي سعيد اما ما تيريش ولكن نجمو نضربوا بها. اسماعيل ربح بشير هيا مش طالبة هيا ارحموا غير انايا وديروا كما قلت لكم انت يا احكم في بلاصتي صح تقدروا تروحوا لبس ما تقراش مليح انت ما تقراش تقرا يا مو تفهمش لا عربي ولا فرنساوي جيب لنا حرب كبير يسرى غدوه على الساعه 5 شارع بالمهدي
جبهة التحرير انت حدرة. وش كاين؟ وش هاد الشيء؟ وين هكذا وين؟ السلام عليكم.
يمكن كانت مسجون مستشهد. يمكن. ريحوا. عندكم علاش خسرها؟ إي واش تحب؟ ما كناش عارفين بلي كان الحرب. مش غير هذا الشيء. وانت وين كنت محمد؟ في القطاع كنت تضارب. ضربت؟ نعم. لا صح. لا علاش تقول لي هذا الشيء؟ على ماش تخدع وتكذب في واحد الخداع. ماشي بصح. بصح شفتك عرفت؟ لا قل لي الصح. ما كنتش نضارب. ايوا علاش؟ ماشي اللعب نتاع الصح. ما يعجبنيش. تكذب. خفت؟ ما خفتش. خفت يا الخداه. انا مليت من هذا اللعب. خداه خبيث. خير مصطفى. الخير سليم. استنى. وش راها الحرب؟ لا بس الحمد لله. جاتك؟ لا لا. هل مش كنا نتكلموا؟ ايه على الحرب. وشكون فيكم رايح يربح؟ توما معلوم. وشكون رايس فيكم؟ انا. وعلاش انت؟ علاش انا خير منهم؟ خير منهم؟ وفي التصوير؟ خير منهم ثاني. كنت خير منهم. درك خلاص درك نحب التصوير تاع المهدي. الحرب ولا التصوير المهدي غير وانت تاني. اوف التصوير اللي تهضري لي عليه واش يسوى؟ والو ما ديناش حتى في الحرب ديالنا. مش لازم الفصل. مش لازم الصلاة على مهدي. نعم. لا ما سايب. لا مال مصطفى. استنى شوية نخبي لك دواليك انت. وعلاش؟ تولي كي نديرو الحرب لازم نستنى باش تكون مجروح. حاجة واحدة تحايل مصطفى على ماش في الحرب الحقاني ما يكونش دايما الدواء. أروح هناك.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مال غدوة إن شاء الله، غير غدوة إن شاء الله، أنا نعملو حفلة، أو يجينا المسؤول تاع الصليب الأحمر الدولي، تعرفو شنو هو الصليب الأحمر؟ لا ما تعرفوش؟ كيما الهلال الأحمر نتاعنا، بصح عندهم بزاف الكراوج وعندهم بزاف المال، فهمتوا؟ المال هنا نعملو كيما عملنا نهار العيد الصغير، نعملو الكراكوز والأناشيد، بصح استناوني دوك راح نجيب لكم الكراكوز. شكون هو متحد باش يدير الكراكوز مع اصحاب الوايس؟ يا الاله راكم جزائريين ديال الصح، ما غنيوش معاه، ما ندوش معاه من الكراكوز، خلي يدير واحد اللي عجبه. هيا هاكم شد 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 شد. اما العشيره انا نبداو التمثيل ونشوفو كاش. اجا يلا لازم نقول البنات ما يغنيوش، هذا راح كلها. Thank you.
تحب أن تعمل. احنا ولا هيك مش عارف انا عندك الحق اللي دخلت لك هاتشينا لا مش هم يكون لفه احنا الوارث معليش يا اخي احنا نغلبو كي ما تكونش في لفه لا ما نقدرش تغلبها يلا هيا راني جاي كانوا من الشرطة وصابوا غرضه باش يضربنا
وحنا كي كنا نديرو الكراكوس حبينا نحبسو الحرب، هو ما حبش وذاك واش رايحين نديرو. انا ملوس واش رايحين نديرو لذاك؟ لازم نعاقبوه. واش لازم نعاقبوه؟ محمد أمرح نعاقبوك تسمع؟ أنا نسمع بساعة هذا الشيخاطين راك محبوس عندنا ماشي بزاف. كيفاش؟ ضربي جوس الكولي ما مش عارف منك وراك يعقلوا قاع من تخبوا نعرفوكم وراكم لخاطرش انتوما اللي ما تعرفوناش ورانا كنت عارفونا نعطوكم واش تحبوا. مي بصح حنا نعقلوا السلاح تاعكم وراكم ونعقلكم انتوما بالزياده وراكم. اه يا سي مصطفى حسبت روحك رباح مازال راني عارف بلي راك مدجون عندنا وهذا ما كاين وكيف راك الرئيس نتاعهم رانا ربحنا ربحنا. لا اه لا مازال ما خلصش لا خوكم كامل وانت الاول اللي مقطع اليد. ها مصطفى لازم نعاقبوه. ما نشرعوش ما نشرعوش خلاص الحرب خلاص. لا لا دعوة سهلة راك تحليل مثل ما خلاص انا غير بنط الحرب انت ما غادي نسلم معاك روح تعال تلعب الفوتبول وخلينا انتوما انتوما انا اللي ربحتكم ولكن كيف واحد يربح وعلاش يتعدي الضرب وانت صفا ارجع ما تلعبش الضرب يكفيني يزيني انتوما لا 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 يا لا يا لا نور شباك فيك الحوايج نور الكلاسرون يا خمسه يا حميد يا شيخ
je me suis trompée. إخواني أخواتي الأعزاء، هاني هنا اليوم معاكم باش نقولكم أولا نعمل الشيء اللي عملوه موالينا، وثانيا اللواس هو العدو القتال الخاين، اللواس ذبح جزائريون العلماء والنساء والرجال، ومن بعد كتبوا على الحيوط لواس لواس حبوا يسرقونا الدراهم والصحراء والجزائر، والرئيس ديالهم رانا حكمناه، هذا هو عبدال. إخواني أخواتي الأعزاء، وأنا أقولكم باللي الفاشستيين